ينضم إلينا الحديث عن يوم الصحة العالمي مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور غازي. جميع دول العالم تعرضت لهذه الصدمة الصحية بسبب فيروس كورونا، وجميع دول العالم منها شرف على الانهيار، وأيضا الضغط يواجه جميع دول العالم. ولكن إذا أردنا الحديث عن الضغوط التي تواجه القطاع الصحي محليا، سواء من الخدمات أو الكوادر البشرية، وأيضا تهيئة الصف الأول الممرضين وأيضا الأطباء للتعاطي مع هذه الظروف الصحية محليا، كيف يمكن الحديث عنها دكتور غازي؟ نعم أخي الكريم، إحنا هلا حاليا تجاوزنا العام ونحن نرزح تحت طائلة هذه الجائحة. الجائحة منذ بدايتها أثرت على كثير من الأنظمة الصحية العالمية والدول الجوار، وأيضا كان في تأثير على المستوى المحلي. إحنا بالنسبة لنا يعني كان التأثير متأخر، لأن إحنا مرينا بالموجة متأخرا بشهر 9. هلأ خلال الفترة اللي سبقت شهر 9 احنا كنا هيئنا المستشفيات وزدنا عدد الأسرة وهيئنا بعض الوسائل التواصل ووسائل الحماية والكمامات والأمور، وتعاقدنا على المطاعم وجهزنا أمورنا. هلأ فاجأتنا الجائحة وكانت يعني أرقام عنا عالية، والموجة الأولى سجلت أعداد كبيرة جداً، وصار عندنا إشغال في المستشفيات. برضو كمان دعمنا الكوادر، عيننا أطباء وعيننا ممرضين وكافة الاختصاصات، جبناها معالجين تنفسيين أخصائيين أشعة، يعني رفضنا كل أجهزتنا الصحية. المستشفيات كمان جهزنا فيها كثير من الأسرة العزل، تعاقدنا مع القطاع الخاص، عملنا منظومة كاملة هذه المنظومة دكتور غازي. هذه المنظومة آنية تتعلق بالظرف الحالي بمعطيات التعاطي مع جائحة كورونا، وكل الدول اتجهت إلى هذه المنظومة والتعاطي بشكل بخطة سريعة للتعاطي مع هذه الظروف. ولكن إذا أردنا الحديث عن خطة مستقبلية لوزارة الصحة، الخطط المستقبلية التي تمتد إلى أعوام، كيف يمكن أن تكون هناك خطة مستقبلية استراتيجية واضحة لوزارة الصحة للتعاطي حتى مع هذه الجائحة، ولربما أيضا مع ظروف أخرى من الممكن أن تكون قادمة لا يعلمها الإنسان فيما يخص القطاع الطبي وأيضا الجوائح والأوبئة؟ لأن البعض يتحدث بأنه إذا كان النظام الصحي مبني على أسس واضحة وأسس دقيقة، كان من الإمكان أن يتفادى أيضا هذه الجوائح ولو بأضرار قليلة حتى. أخي الكريم، نظامنا الصحي والبنية التحتية كانت جيدة وممتازة، لكن الجائحة لها احتياجاتها. الجائحة فرضت أنه وجود عدد من الأسرة وعدد من المستشفيات مهيئة لاستقبال مرضى كورونا. هلأ إحنا عملنا قدر الإمكان على الخروج من الأزمة، لأنه هاي أزمة طارئة لازم نعمل عليها. عملنا ما يمكن عمله حتى ما ينهار قطاعنا الصحي، والحمد لله لم نتعرض للانهيار. طبعا ننظر للمستقبل، لأنه هاي في دروس مستفادة من الجائحة، بمعنى أنه إحنا بأي لحظة ممكن يطرأ عنا طارئ يستنفذ قدراتنا ويخلينا في حاجة للخدمات الصحية والمستشفيات في أي وقت. طبعا زي ما بتعرف حضرتك أنه تم إصدار قرار بإنشاء المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، وهذا المركز هو نواة للتعامل بشكل طويل الأمد مع أي جوائح بتتم في المستقبل. وزارة الصحة أيضا تحدث خطتها بانتظام وتزيد من توقعاتها وتزيد من قدرتها على رفض الواقع الصحي بكثير من المستلزمات اللي موجودة حتى نتجنب الطوارئ كلها. طبعا أحد التحديات الكبيرة جدا اللي كانت موجودة هي المطاعم احنا عملنا على استدراجها ونجحنا حاليا باستقطاب كميات مناسبة والعمل حثيث للمستقبل. كمان عندنا خطة لاستقدام أكبر عدد من المطاعم حتى نتجنب الأزمة. نعم. ونقدر نوصل لصيف آمن إن شاء الله. على الرغم من أن جائحة كورونا نعيد ونكرر فرضت نفسها على جميع دول العالم، ولكن
الصحة وقطاع الصحة لا يقتصر فقط على جائحة كورونا. هنا أود الإشارة إلى ما أشارت إليها الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عبد العماوي عندما أشارت إلى أن هناك فروقات في تقديم الخدمات الصحية في المحافظات بين القطاعين العام والخاص. هذه الفروقات كيف يمكن معالجتها ما بين تقديم الخدمة إلى المواطنين؟ حتى منظمة الصحة العالمية تتحدث عن عدم المساواة في تقديم الخدمات الصحية في الدول بشكل عام. نتحدث عن قطاع خاص وأيضا قطاع عام يتبع إلى الدولة. كيف يمكن أيضا زيادة نسبة المشمولين في التأمين الصحي مع أن الأردن قطع شوطا كبيرا في هذا المجال، ولكن أيضا المطلوب أكبر في مسألة الموازنة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين سواء في جميع المحافظات وحتى في الأطراف عدا عن المركز، الخدمات مقدمة جيدة وأيضا لا تشكو من أي شيء، ولكن في الأطراف كيف يمكن تحقيق التوازن دكتور غازي؟ نعم، احنا لاحظنا اخي الكريم انه هناك فروقات بين الاقاليم، يعني اقليم الوسط بسبب عدد سكان الكبير يحظى بنسبه اكبر من المنشات الصحيه. هذا الحكي رح ناخذه بعين الاعتبار. طبعا المستشفيات الميدانيه اللي تم وضعها هذه بعد انتهاء جائحه كورونا باذن الله رح تكون رافد للخدمات الصحيه في وزاره الصحه، رح تستعمل كل المستشفى في الموقع اللي هو موجود فيه. هاي من الأمور اللي عززت مواقفنا من ناحية المساواة. أيضا احنا لاحظنا أنه في فروقات في الخدمات بين القطاع العام والخاص حسب المناطق، هي تأتي من طبيعة المنشآت الموجودة. يعني مثلا الإقليم الجنوب ما في منشآت خاصة، بينما والإقليم الشمال فيه نوعا ما لكن مش بالقدر المطلوب. أكثر القطاع الخاص متركز في الوسط، لكن احنا بالنسبه للخدمات يعني راح يكون في عندنا الدرس مستفاد انه يجب توسيع رقعه الخدمات الصحيه. وطبعا الحكومه هلا حاليا جاده في مبدا تحقيق التغطيه الصحيه الشامله لجميع المواطنين، وهناك خطه واضحه المعالم نسير فيها بخطى ثابته ان شاء الله حتى نوصل للتغطية الصحية الشاملة اللي بتعالج كل الثغرات هاي اللي موجودة وذكرتها حضرتك. نعم، أشكرك على هذه المشاركة مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية دكتور غازي شركة، شكرا لك.